مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، ها هي الانطلاقه لشوط الختام، تمت بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا هنا. المنطلق هو الشوط، اذا هذه التحديات الجميله الابكار باداء مميز وعرض جميل بهذه التحديات المتميزه. نتابع المسيره، نتابع هذا الانطلاق، نتابع التحدي والاثاره هنا على الصداره وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط. المنطلقه هنا بالتحديات الجميله هنا بهذا الاداء المميز الجميل. هناك الصداره والمقدمه، تاتينا هملوله للحرب الراشد بن خادم بن راشد المهيري على الصداره وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني لمحمد بن حمود بن علي بن حمود لبلوش المنطلقه على ثاني المراكز بهذه التحديات الجميله. والمركز الثالث، المركز الثالث والقادمه هنا بكل قوه وصلت في هذه اللحظات تبوك القادمة لسيف بن علي بن سعيد بالكندية لقتبي القادم بهذا الأداء المميز الجميل والتحديات والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تحدي مميز، ولكن هملولة على صدارة، هملولة القادمة من العاصمة أبو ظبي على صدارة على المقدمة للحرب الراشد بن خادم بن راشد المهيري. وهنا هنا أيضا التحديات، ولكن البلوشي هنا مع وعد المنطلقة بهذا الأداء الجميل والإثارة، أو هذه شلة لسعيد بن الصغير بن علي لوهيب المنطلقة على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق. شلة لسعيد بن الصغير بن علي لوهي بتهانينا وناموس على هذا الفوز المميز. هملولة للحرب الراهد بن خادم المهيري على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك لي أيضا في هذا الانطلاق المميز سالم بن سعيد بن كاسب لمسافري من وصلت بهذه الانطلاقة الجميلة، ودقيقتين و11 الثانية بهذا الانطلاق. تهانينا وناموس. كهكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل ناتي الى ختام سباق صباح هذا اليوم. عمل اللقاء بكم في الاسابيع القادمة، تقبلوا تحيات الجميع والى اللقاء.